في يوم الجمعة اللي جاية هتنطلق فعاليات أكبر مهرجان للأكل والطبخ بايتس باي ذا سي، ده ضمن فعاليات مهرجان العالمين 2024. وخلال المهرجان هيتم عرض أطباق مميزة من عدة دول مطلة على حوض البحر المتوسط زي لبنان، أسبانيا، المغرب، تركيا، اليونان وكمان إيطاليا، بالإضافة لتقديم الأكلات المصرية الشهيرة على إيد شيفس القناة أو قناة سي بي سي سفرة، منهم الشيف الشربيني، الشيف نجلاء الشرباشي الششابي أنا أسفة، وغادة جميل، نورة السادات، غادة التلي، نرمين هنو، توتا مراد، ساندرا مكاري، عمر إسماعيل، مروة مهنا، وأميرة شنب، وغيرهم كتير من الشيفات المصريين شاطرين جدا جدا على قناة سفرة. معنا دلوقتي طبعا أجمد، يعني من أجمد الشيفات اللي موجودة في مصر، الشيف الشربيني. يا مساء الفل عليك. مساء الخير عليكم. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. كل سنة. أنا عايزة أقول لك يا شيف إنه أنا أول ما اتجوزت أنا فاتحة بقى اليوتيوب عليك على طول عشان أتفرج على كل وصفاتك. شرف ليا يا ست الكل. صباح الخير. يعني عايزين نعرف بقى من حضرتك كده إيه المفاجآت اللي ممكن المهرجان أو مهرجان الطبخ يشهد في العالمين الجديدة؟ احكي لنا كده كواليس. هو احنا يعني احنا حريصين على هذا المهرجان، بنعمله كل سنه في اماكن مختلفه. ولكن النهارده عشان العالمين الجديده مدينه بتشرفنا، مدينه جميله جدا، خلابه جميله، فكنا فكرنا ان احنا نعمل المهرجان موجود في العالمين. السنه دي هنعمل مهرجان بس هنعمله بشكل مختلف، لان احنا في مكان راقي، مكان جميل، مكان سياحي، هنخش فيه بمنظومه جديده. هنعمل استشنات موجودة، الجيفت الجيف اوي للناس اللي هتخش تدوق من مختلف انحاء العالم، مش هنكتفي بالاكل المصري بس. هنعمل حاجات كتيرة جدا، وهنقدم برضو الاكل المصري. اهم حاجة عندي يعني ابدا، هو يعني احسن طبعا هنقدمه الكشري، يعني دي الاكل المصرية الجميلة المشهورة. لو بقى تقول لنا كده يا شيف، يعني ابرز الاكلات اللي هتقدمها لنا انت بقى في المهرجان. انا طبعا مش عايزه احرق المفاجآت، لكن لو في وجبه معينه بتميز السفره المصريه، خليني اقول انت هتبقى مهتم بيها في المهرجان دي. انا مش عايز احكي عنها دلوقتي عشان هي تبقى لازم اكله مفاجأة. واحده بس، انا متاكده انت عامل سفره تجنن. اكله واحده. لا ان شاء الله هتبقى تعجبكم ان شاء الله، ولكن هنعمل مسابقات. هنعمل مسابقات للستات البيوت او للساده المشاهدين اللي يكونوا معانا زوار. لا هنقدم، وهيبقى فيه هدايا، يعني هنعمل مهرجان جميل جدا، لان سي بي سي النهارده مكتسح الملعب بصراحه في السوق. وهي عامله شغل حلو جدا، وطبعا المتحده للاعلام هي اللي كبرت الموضوع، وهي اللي خلتنا احنا نكون موجود معاهم. ده شرف لينا ان احنا نكون موجود في مهرجان زي دوت. بما ان المهرجان اسمه بايتس باي ذا سي، وهي حاجه معموله في العالمين الجديده، هل لازم الاكله اللي مقدمه من اي بلد تضم اكله بحريه ولا لا مش شرط؟ اما احنا عايزين نعمل بايلا بقى كده، اكله بحريه اسبانيه مشهوره على البحار. فهي ان شاء الله هنعمل حاجات حلوه جميله جدا تليق بالشعب المصري الجميل اللي موجود في العالمين. ان شاء الله، يعني انا متاكده ان انتوا هتعملوا حاجه تكسر الدنيا، واكيد الطبق المصري هو اللي هيكتسح. توقعاتك بقى لمهرجان الطبخ بعد توفير ورعايه الشركه المتحده لمهرجان الطبخ بالعالمين، الرعايه المقدمه من الشركه المتحده، احكي لي عن رايك. أيفن. الو أيفن. ايوه احكي لي عن رايك في او توقعاتك لمهرجان الطبخ بعد ما الشركه المتحده قررت ان هي تدي الدعم الكبير للمهرجان. هو الشركه المتحده عملت حاجات السنه دي يعني مش عايز اقول لك فوق الوصف. النجاح نجاح مستمر. ما شاء الله ما شاء الله، عامله شغل جامد جدا. يعني احنا اول سنه ننزل في المهرجان احنا نازلين مكسرين الدنيا. يعني انا بقالي اسبوعين موجود في العالمين، يعني بص اروح اطلع هوا عندي هناك في مصر وارجع تاني عشان عندي شغل. تتخيل لما لعبوني كوره في العالمين. طب ايه اكتر حاجه لفتت نظرك في مهرجان العالمين بشكل عام؟ مهرجان العالمين مهرجان عالمي، شفت فيه كل المميزات، عاملين فيه كل الحاجات الحلوه. انا حاسس ان انا في اعلى مكان في اوروبا، يعني انا لفيت العالم. المكان في العالمين دلوقتي غطى العالم كله. العالمين دي لو سمعت عنها زمان كانت مهجر،
شوف النهارده الدنيا عامله ازاي. العالمين كنا نخاف نعدي من عليها واحنا ماشيين. يعني كنت اجي اروح مرسى مطروح الحته دي بالذات كنت بخاف. ليه؟ ما مشهوره بالحرب والدمار والحاجات دي كلها من ايام حرب العالمين. لكن النهارده الله اكبر، مدينه كامله متكامله وهتفوق عن كل المدن الموجوده في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. شاف، عايز اسالك اخر سؤال بقى متعلق ببايتس باي ذا سي، هل في شروط معينه متعلقه بالشيفات اللي هتشارك في المهرجان ولا لا؟ معلش من سؤال من تاني. هل في شروط معينه للشيفات اللي هتشارك في المهرجان بايتس باي ذا سي ولا لا؟ لا لازم يكون فيه. هيكون فيه. يعني بتعرف تطبخ وشاف روح اشترك. لا هيكون فيه فين المشتركين طبعا. هيكون فيه. هيكون فيه. اوكي. طب ممكن تقول لي ايه هي؟ لا مش هقولها. طب ماشي اوكي. لازم بص، في سريه في الشغل، لازم حضرتك تبقى مفاجاه للساده المشاهدين. هذه لازم تكون مفاجأة. عايزة تحرق المفاجأة؟ أنا معاكي. لا لا خلاص مش مشكلة خلاص. طيب احنا عامة على كل حال عالم العالمين هننقل لحظة بلحظة كل الأحداث اللي هتحصل في مهرجان الطبخ بايتس باي ذا سي، لأنه الوجبات أو الأكلات هي بتعبر عن شعوب وبتعبر عن دول. يعني في بعض الدول مشهورة بأكلات، أو كل الدول في الحقيقة مشهورة بأكلات معينة، واحنا متحمسين نعرف الشيف الشربيني هيقدم لنا إيه في المهرجان ده. فبنشكرك يا شيف، وأكيد هننقل كل حاجة بتحصل في مهرجان الطبخ لحظة بلحظة.